باللغة العربية أدنى الفعل ينقسم ماضي ومضارع وأمر، نجح ينجح انجح. وباللغة الإنجليزية أدنى الفعل يكون مضارع ماضي وماضي تام، سي ساو سين. زين، فعل أمر باللغة الإنجليزية ماكو؟ أكيد أكو، وصيغته تكون مختلفة عن بقية الأفعال وتصاريفها، ومن نستخدمها لازم نستخدم بداية الجملة، لأن مثل ما نعرف بجملة اللغة الإنجليزية المثبتة الجملة دائما تبدي بفاعل بعدين الفعل، بس بالجملة الأمرية ما راح يكون أكو فاعل ظاهر وهو موجود بالأصل، بس مثل ما نسميه إحنا باللغة العربية ضمير مستتر، يعني قدرة تقدير ما راح نشوفه ظاهر بالجملة. نعطيكم 20 فعل أمر باللغة الإنجليزية ونخليه بجملة على مود نعرف شلون نستخدمه. قبل نبدي بالعشرين فعل لازم نعرف الجملة اللي تحتوي على فعل أمر، نسميها بالإنجليزي imperative sentence. imperative sentence. والفعل عندنا اللي هو فعل go. go بمعنى اذهب، ولو نحطه بجملة أمرية راح تشوفونه يجي بالبداية وبدون فاعل. for instance go there يعني اذهب هنالك. الحالة بالنسبة لفعل look. look بمعنى انظر، لو نحطه بجملة أمرية حيجيني بالبداية. look out معناها احذر. تنتبهوا لي على شغلة ان go واللوك بنقطة واحدة علامة تعجب، فهذا معناه ان الجملة الأمرية يا أما تنتهي بنقطة الامبراتيف سنتنس، يا أما تنتهي بنقطة أو علامة تعجب. مثلا عندي sit down، for instance sit down now اجلس فورا. listen استمع، listen بحد ذاتها هي أصلا جملة، يعني أقول listen معناها استمع، فهي كلها جملة. أوكي، لاحظة لو تلاحظون بالجمل السابقة look out go there listen sit down كلها هاي جمل ما بيها فاعل. الفاعل وين؟ الفاعل هو مثل ما ذكرنا بالبداية ضمير مستتر ودائما يكون تقديره you، يعني بمعنى you look out you go there you listen and you sit down. تمام؟ وهمات imperative sentence بس تجي كنصيحة نقدمها لشخص. for instance فعل sleep، لما أقول sleep well معناها نم جيدا، هي هم فعل أمر بس بمعنى advice. أيضا فعل drink، for instance drink plenty of water اشرب كمية كافية من الماء، كأنما دا أقدم نصيحة الشخص بس هي بصيغة الأمر. مثال ثاني للنصيحة كلمة eat، فعل eat eat healthy food يعني كل طعام صحي، نصيحة بصيغة أمرية. الفعل الآخر اللي عندي هو فعل put، put بمعناها ضع. for instance put your heavy bags down، ضع حقائبك الثقيلة على الأرض. أوكي، كأنما دا أقدم نصيحة لشخص وأقول له أنه حقائبك ثقيلة ليش ما تخليها على القاع، بس جتني بصيغة أمرية لأنه الفاعل ما عندي والجملة بدت لي بفعل put your heavy bags down. الجملة الأمرية طبعا تنقسم نوعين، مثبتة ومنفية. كل الجمل اللي أخذناها هسه كانت مثبتة. الجمل الأمرية المنفية راح يكون ترتيبها بهذا الشكل don't ثابتة، لأن مثل ما ذكرنا أنه الفاعل مقدر دائما you، فمستحيل نستخدم doesn't. أوكي، بعدها يجيني فعل الأمر اللي أريد أستخدمه وتكملة الجملة. for instance don't speak with your partner، لا تحكي ويا زميلك. don't watch TV all the time، لا تشاهد التلفاز طوال الوقت. and don't open the door، لا تفتح الباب. don't eat a lot of sweet، لا تأكل الكثير من الحلويات. يعني تجيني أداة الدونت وبعدها فعل الأمر مباشرة وتكملة الجملة. الأفعال الأمرية المتضادة come here go there stay leave turn right turn left wait speak. وبس لهنا نخلص الفيديو، اتمنى استفاديتوا منه. اكتبوا لنا بالتعليقات اذا عندكم بعد افعال تجي بصيغه امريه. thanks for watching and bye.